أن الأكمل في حق العبد في رمضان وفي غيره إذا أراد أن يختم فلينظر هل هو في الصيف أم في الشتاء، فإن كان في الصيف فليحرص على أن تكون ختمته مع طلوع الفجر مع طلوع الشمس، فإنه إذا ختم في أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، والنهار في الصيف أطول من الليل. وإذا كان في الشتاء سواء رمضان أو غيره فإنه فليحرص على أن يكون ختمه مع غروب الشمس حتى تصلي عليه الملائكة حتى يصبح، وليل الشتاء أطول من نهاره وقطعا هو أطول من ليل الصيف. فهذا مما استحسنه العلماء في قضية كيف أن يستجدي الإنسان رحمة ربه تبارك وتعالى.